مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، طلبة الأعزاء. اليوم راح نتعلم كيفية احتساب القيمة الحالية للسندات. السندات مثل ما تعرفون بها قيمة اسمية لازم نسددها بالمستقبل بعد مرور فترة من الزمن، اللي هي نعتبرها ذلك الاستحقاق، وبها فوائد دورية تدفع سنويا. قد تكون الفائدة سنويا، قد تكون نصف سنوية أو فصلية إلى آخره حسب ما تحدد الشركة المصدرة. مثال اللي عندنا اليوم اللي راح نتعلم شلون نحسب القيمة الحالية له، هو يقول في 1/1/2016 شركة العراق أصدرت سندات قيمتها الإسمية 930 دينار، فائدة إسمية 10%، تسدد في 31/12 من كل سنة. إذا الفوائد تسدد بشكل سنوي، يعني دفعة واحدة بالسنة الواحدة. تستحق السندات بعد 4 سنوات، ومعدل الفائدة الفعال السائد في السوق 8%. طالما احنا نعطي فوائد 10% والسوق ينطي، فراح يصير اقبال اكثر على سنداتنا، لذلك من المتوقع انه يتم اصدار السندات بعلاوة. المطلوب احتساب القيمة الحالية للسندات. شلون احسب القيمة الحالية لهذه السندات؟ يعني راح استخدم الاكسل في الاحتساب. الاحتساب راح اجري بصيغتين، اول شيء عن طريق الجداول القيمة الحالية. مثل ما تعرفون عندنا جدول 2 يستخدم للدفعات الاعتيادية، وجدول 4 يستخدم للدفعات الدورية. هذا هو جدول 2، الارقام مالته كلها بالبوينتات اذا تلاحظون، يعني ماكو رقم اكثر من 1، كلها بالبوينتات. فهذا جدول 2 يستخدم لخصم الدفعات الاعتيادية مثل قيمة الاسمية للسندات. وعندنا جدول 4 الأرقام مالته مو بالبوينتات، أول سنة بالبوينتات، لكن على مدار السنوات لا، كلها تصير أرقام مكسور، وهذا يستخدم بالدفعات الدورية مثل الفوائد. نرجع إلى مثالنا. أنا عندي 900,000 دينار عليها فائدة 10% كل سنة، إذا 90,000 دينار الفائدة. إذا أنا عندي سندات قيمتها 900,000 تستحق السداد بعد 4 سنوات، وعندي فائدة سنويا 90,000 دينار. 900,000 دينار راح أخصمها بجداول القيمة الحالية. 900,000 قيمة السندات والفوائد 90,000 دينار. 900,000 حتى أخصمها راح أستخدم جداول القيمة الحالية للدفعات الاعتيادية. الزمن 4 مثل ما قلنا، والفائدة الفعالة 8%. فجدول 2 8% 4 سنوات، هو هذا الرقم. هذا الرقم راح استنسخه كوبي، اروح الى الخلية اللي راح استخدمها، وهنا أنا راح اشر لصق. اذا وضرب لي هذه القيمة، هي عبارة عن ضرب القيمة في معامل الخصم، فطلعت القيمة الحالية للقيمة الاسمية للسندات. للفوائد راح اروح الى جدول 4، 8% أيضا قلنا المعدل، وأربع دفعات هذا الرقم. أنا راح أستنسخه وألصقه هنا لصق الفاليو، وأيضا طلع لي الناتج. وبالتالي مثل ما تلاحظون قيمة السندات الحالية، قيمة الحالية للسندات والفوائد مالتها 959,618، ومثل ما قلت لكم راح تباع بعلاوة، فطلع الرقم القيمة الحالية هي أكبر من القيمة الإسمية. ممكن أستخدم أسلوب آخر، وهو أنه أستخدم أخلي الأكسل يساعدني في إجراء الاحتسابات للقيمة الحالية للسندات. مجموعة المعلومات اللي يحتاجها الأكسل من عندي أنه أنطي القيمة الإسمية للسندات 900,000 دينار، معدل الفائدة الإسمي 10% أقول له، معدل الفائدة الفعالة أقول له 8%، عدد السنوات 4 سنوات، عدد مرات الفائدة مرة واحدة بالسنة الواحدة. فرأسا انطاني القيمة الحالية للسندات، وهذا الرقم ممكن أنا أخليه هنا سالب حتى يحوله إلى رقم اعتيادي. فهذا هو مشابه للرقم اللي أنا اكتسبته. مقدار الخصم هذا العلاوة هو الفرق بين 959,000 وبين 900,000 دينار اللي هي القيمة الإسمية. فالفرق هو هذا 59,618.
لو ناخذ مثال طريقة احتساب أو توزيع هذه العلاوة على مدار السنوات، راح نتعلم شلون نملي الإطفاء، نسوي الإطفاء. فأنا هنا حددت التواريخ 1/1/2016 تاريخ إصدار السندات. السندات تصدر بالقيمة الاسمية، بالقيمة هذه، فهذه تعتبر القيمة الدفترية اللي هي السندات زائد هنا زائد العلاوة. القيمة الدفترية للسندات هي 959 و 618. التواريخ راح تصير عندي طالما هي سنويا، فراح تكون الفائدة في 31/12/2016 و 31/12/2017 و 31/12/2018 16/17، هنا يصير عندي 18 وهنا يصير عندي 19. هذه هي الأربع دفعات، كل دفعة راح أدفع لها فائدة 90,000 دينار، فراح نثبت 90,000 دينار في كل دفعة راح أدفعها على مدار 4 دفعات. الفائدة الفعالة هي حسب معدل الفائدة الفعال 8% من القيمة الدفترية، فهذا يساوي هذا الرقم في 0.08، 8%. قيمة الإطفاء للعلاوة راح يكون الفرق بين الفائدة الفعالة والفائدة الاسمية. القيمة الدفترية الجديدة راح تكون تساوي هذه القيمة ناقص قيمة الإطفاء، فراح يبدي يقل الرقم حد ما يوصل للتسعين. هذه العملية أحاول أكررها، فراح أستنسخ الدوال مالتها. فتلاحظون أنه قيمة السندات بعد الإطفاء راح توصل إلى 900,000 دينار في تاريخ الاستحقاق. قيمة الإطفاء اللي سويناه حاليا إذا جمعناه، سويناه دالة الجمع، راح يساوي مجموع لقيمة العلاوة. وهنا أنا ممكن أقول أنه هذا هو يساوي الرقم الكبير هذا ناقص الرقم الصغير، فيطلع هو هذا نفسي هذا. هذه قيمة العلاوة وسوينا لها إطفاء على مدار الـ4 سنوات. شكرا لكم ونلتقيكم في الدرس القادم. تحياتي.